كابتن كابتن زاهر البنك اللي انت في البنك الاهلي. اه حاليا احكي لي حكايتك برضه، انت بتلعب بوزيشن ايه؟ مركز بلعب جناح، جناح في المنتخب. في البدايه انا بلعب منتخب مصر، وبدات حكايتي مع بيراميدز. برضو حصلت لي عملت كذا عمليه يعني وانا عندي 9 سنين كده، كلهم يعني كان فيهم نسبه اخطاء من الدكاتره وبتاع. المهم ان انا كملت، حصل نتيجه العمليات دي يعني بقى عندي قصر وكملت بيه حياتي وخلاص. ما بقتش العب كوره تاني، كنت قبل العمليات دي بلعب كوره بشكل طبيعي مع اصحابي في الشارع والملعب وكده، اللي هو لعب محلي يعني ودي كده. بعد كده محمود عبده كان عمل الانفيتيشن على الفيسبوك ان اي حد عنده قابليه ان هو يلعب وفي مواصفات معينه يجي ينضم للفرقه وكده، كلمته ورحت ورحنا اتجمعنا، وبعد كده تم تجميع المنتخب في بطوله تنزانيا، ومن ساعتها بقى احنا بادئين المشوار كلنا يعني مع بعض. جناح ايه، يمين ولا شمال؟ لا شمال. جناح شمال. باك شمال ولا لا جناح، ولا اللي هو قدام وست. الجناح وسط، بس بيروح ويجي كده ياخد المشوار ده. وسط على قدام يعني. بالظبط. على قدام. طيب كابتن ايه بقى، كابتن اسلام مجاهد حارس المنتخب، والحارس بيبقى مختلف، ايه مواصفات الحارس مختلف؟ الايديه بتبقى ايد واحده وبتبقى مربوطه ساعه اللعب، بحيث انه بيستخدم ايد واحده بس، يعني يد واحده ولكن بيبقى بساقين. بالظبط. احكي لي برضو حكايته. يمكن انا حكايتي مختلفه شويه، انا ما شفتش الفيديو بتاع كابتن محمود. الوحيد اللي ما شافش الفيديو بتاعه. دي حقيقه. اصل ده مستجد. مستجد. ايوه الحادثه بتاعتي لسه قريبه، انا الحادثه بتاعتي في 2021. فالحادثه بتاعتي كانت لسه قريبه. دي كانت حادثه شغل، كنت دخلت في مفرمه عجوه في مصنع. قبل الحادثه كنت بلعب في نادي طنطا، ولعبت في نادي سكه الحديد، لعبت فتره في اشبال الزمالك. بعد كده قعدت عشان كان في ظروف حتى ان انا ابطل كوره وكده، وقعدت خالص. بعد الحادثه على طول مثلا بشهرين كنت بدور بقى على اي لعبه تخص العاب الاعاقه او الكلام دوت. من ناحيه دورت على كذا لعبه، جه قدامي بالصدفه موضوع فريق المعجزات، وان في لعبه كره قدم للساق الواحده، وان الحارس اصلا يبقى بايد واحده. فانا كنت بتمرن حارس، فدي بالنسبه لي كانت حاجه كبيره، وحاجه اللي هو ده كده في حلم بيتحقق جديد، ان انا بعد الحادثه ربنا يكرمني ارجع اتمرن تاني وابقى حارس مرمى من تاني. انضميت لفريق المعجزات في 2021. كنت هسافر معاهم بطوله تنزانيا، بس طبعا الحمد لله يعني ما حصلش نصيب. اشتركت مع المنتخب في بره افريقيا اللي هي في غانا، خدت معاهم برونزيه الحمد لله. شاركت مع المنتخب في 2024 امم افريقيا السنه دي، ويعني الحمد لله يعني. طب هم حكوا لي صعوبه يعني برضو قصه انه محتاج جهد بدني يمكن اكبر من الاسوياء، عشان هو بيستخدم العكاز ولازم خلاص بالتدريب يبقى واخد باله من العكاز وكده. انت الصعوبه عندك ايه؟ الصعوبه عندنا ان احنا مثلا لان الجول كيبر او الجون لازم يمسك الكوره، فانت حكي. الصعوبه ازاي يعني؟ احنا بنتمرن ان احنا نمسك الكوره بايد واحده. بتتعامل كل حاجه بايد واحده، احنا حتى في التمرين الايد دي بتبقى مربوطه، ما تقدرش انك تستخدمها مربوطه نهائي. لازم تكون مربوطه. الحكم بيتمم معانا قبل الماتش ان هو لازم تكون مربوطه، ما ينفعش ان احنا نستخدمها حتى من تحت التيشيرت. فبنتمرن نفس التمرين بتاع الأسوية عادي جدا خالص، بنمسك الكرة بإيد واحدة، بنعمل تراي بالعكسية، بنعمل تراي زينا زي الأسوية بالظبط، يمكن الحمل بتاعنا بيبقى أشد وأزيد شوية. فأنت أساسا بتشتغل على تشتيت الكرة مثلا ولا لا؟ مش تشتيت الكرة، بتلعب على تكتيك إنك تطلع الكرة من تحت. في لعبتنا إن اللاعب الحارس المرمى هو لاعب في الأرض. أي نعم، أنت مثلا ليك المحيط بتاعك ما بتطلعش عن الخط بتاعك، بس أنت لاعب موجود ليك انك تطلع الكوره تلعبها هنا تلعبها هنا، ما ينفعش انك تشتت. هي الموضوع كله تكتيك. هو بيمسكها بايده برضه يعني. عايز اقول لك ان هو كده بيلعب بلاي ستيشن. ما شاء الله. حصل والله. دراع بتاع بلاي ستيشن ده بيتمسك بايدين الاثنين. ده بيمسك بدراع واحد وبيلعب بايده الثانيه وبيكسب والله جامد جدا. هو بيكسب اي حد معاه. ساعات المدرب بيعمل تكتيك القطه بتبتدي من عنده. دي حقيقة. يعني هو اللي يبتدي الخطة، يبتدي اللعب.